أمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بإنشاء وتجهيز مركز الوثائق والبحوث لتبدأ مهمة الإبداع والتقدم. منذ أكثر من 500 عام كانت منطقة شبه الجزيرة العربية محور اهتمام وجذب للقوى الأوروبية وقوى مجاورة أخرى، ولذلك تراكمت معظم سجلات تاريخ هذه المنطقة في بلدان مختلفة من العالم. ومنذ تأسيس مركز الوثائق والبحوث حرص سموه رحمه الله على إعادة المجموعة الضخمة المتنامية من الوثائق التاريخية والمخطوطات والخرائط والمواد المسموعة والمرئية. تحتوي هذه السجلات على الكثير من المعلومات التاريخية القيمة التي تسلط الضوء على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من نواحي التراث العربي الإسلامي، وقد أمر سموه رحمه الله بجمعها من مختلف مراكز الأرشفة المنتشرة في العالم وإيداعها مركز الوثائق والبحوث لتكون مرجعاً لكل الباحثين عن المعرفة. بفضل هذه البصائر الموثقة في مختلف مراكز الأرشفة في العالم، فإن أمتنا تكتسب وتتعلم دروساً قيمة تسهل وتمهد أمامنا طريق البحث نحو التقدم والازدهار. لقد ساعدت محتويات تلك المراكز على تنمية الإحساس بالانتماء والفخر للوطن لدى شبابنا، فهي مذكرات وسجل تاريخي لأمتنا. منذ تأسيسه عام 1968 أصبح المركز رائداً لحفظ الأرشيفات والسجلات التاريخية في المنطقة، وأصبح رائداً في مجال جمع مصادر المواد التاريخية القيمة وتوثيقها وترجمتها وحفظها. ولا تتمثل مهمة المركز في جمع المعلومات فقط، إنما تشمل النشر، معيداً بذلك الحياة والأهمية لكثير من الوثائق القديمة المهملة. العالم في القرن 21 بفضل تقنية المعلومات هو عالم متصل بل متحد بعضه البعض، لذا فإن من أولى مهام المركز في هذا القرن الجديد ليس فقط توسعة أرشيف تاريخنا، بل استكشاف هذا التاريخ بطرق ووسائل حديثة. إن الأرشيف مصدر مهم وبإمكاننا الخوض في تجربة البحث والاستكشاف، مبحرين بها في محيطات الزمن برحلات استكشافية إلى ماضينا لتساعدنا على فهم حاضرنا وتعلم الدروس والعبر التي نستقيها منه، ونسلط الضوء على مستقبلنا أيضا. دولة الإمارات العربية المتحدة كانت مأهولة بالسكان منذ أواخر العصر الحجري، وذلك ما دلت عليه أدوات من حجر الصوان في منطقة المروة التي تعود إلى مربي الماشية البارعين وبيوت مستوطنات الصيد الأولى التي اكتشفت في دلما. ومع نهاية فترة الألف الرابع المعروفة محلياً باسم فترة جبل حفيت، اكتشفت القبور فوق الأرضية القديمة من هذا الجبل وجبل الإملاح. وقد تزامنت هذه الفترة مع ظهور صناعة النحاس المحلية والاستيطان الزراعي في العين. وقد اكتسبت الفترة المعروفة باسم فترة أم النار أهميتها من الاهتمام بأشجار النخيل التي هيأت لظهور مدن الواحات مثل كلبة وتلبرق والبيديا وهيلي. كما شهد وادي السوق في أواخر العصر البرونزي دوراً متزايداً في اختراع الأسلحة وحرفة الزينة الفنية الإبداعية. وفي العصر الحديدي لعبت الجين الجمال دوراً كبيراً في تغيير أسلوب الحياة العربية والتجارة عند العرب، حتى إن البدايات الأولى للتجارة عبر الطرق البحرية في هذه الفترة شهدت استخدام اللغات المكتوبة لكافة السجلات. في أواخر القرن الخامس عشر أبحر فاسكو دا جاما إلى رأس الرجاء الصالح كما قدم البرتغاليون إلى المنطقة، لذلك سكن الخليج العربي ومنطقة شبه الجزيرة العربية شعوب متعددة ومختلفة. مملكة هرمز عبر الخطوط المستقيمة إلى الشمال، العرب العمانيون في الجزء الشرقي في شبه الجزيرة العربية في مسقط كمركز لهم، القواسم الذين استقروا في أطراف شبه الجزيرة العربية قرب رأس الخيمة، الوهابيون الذين قدموا من الجهة الغربية ونشروا مذهبهم الإسلامي، أعقبهم بالطبع بنو ياس، وهم تجمع قبلي رئيسي من قبائل الخليج العربي كانوا في منطقة الظفرة الصحراوية وواحة ليوا منذ العصور القديمة، وقد استقروا قديما في أبو ظبي.
أما قصة حكام أبو ظبي وآل بوفلاح فتبدأ منذ حوالي عام 1761 وتعود إلى زعيم بني ياس الشيخ ذياب بن عيسى. يقول البعض في رحلة صيد في المنطقة القاحلة والموحشة قام الشيخ ذياب بمطاردة غزال مراوغ عبر شريط رملي ضيق ممتد إلى الجزيرة عند انحصار البحر، وحيث وقف الغزال وجد الشيخ نبع ماء عذب، وبذلك تم تأسيس أبو ظبي والاسم يعني أبو غزال. المهم هو أن اكتشاف الماء العذب مهد طريق الاستقرار، وأصبحت الجزيرة موقعاً استراتيجياً هاماً محمياً من جميع الجهات، إضافة إلى سهولة وصول الصيادين إلى الميناء وشعب اللؤلؤ الغنية، مما ساهم في تأسيس قاعدة الاقتصاد بعد ذلك. بعد مرور 30 عاماً وبعد تقديم الخدمات للمنطقة النامية في ليوى التي أسسها الشيخ ذياب، حدث صراع للسيطرة على أبو ظبي بعد رحيل الشيخ. بعد ذلك أصبحت مدينة أبو ظبي العاصمة الدائمة لقبيلة آل بوفلاح، السلالة الحاكمة من اتحاد قبيلة بني ياس وأجداد الأسرة الحاكمة الحالية آل نهيان في أبو ظبي. لقد ازدهرت أبو ظبي في عهد الشيخ شخبوط بن ذياب حسب الوثائق التي قدمها جي إس باكنغهام. أبو ظبي هي مكان ملائم لبعض النشاطات التجارية، وبفضل علاقاتها الطيبة مع إمام مسقط كان مرفأها يستقبل السفن والإمدادات من بضائع ومؤن من ذلك السوق. وقد شهدت تلك السنوات تأسيس حصن أبو ظبي الذي ظل مقراً وحصناً حصيناً لحكام آل بوفلاح مدة 200 عام، وعرف بعدها باسم قصر الحصن. ومع حلول عام 1818 أحكمت شركة الهند الشرقية قبضتها على شرق الهند، وسخرت كل قوتها العسكرية لحماية مصالحها الإمبراطورية الحيوية في الهند. لقد أصبحت شبه الجزيرة العربية تحديا مستمرا لهم بسبب وجود الكثير من الجماعات والقوى في منطقة الساحل العربي، وخاصة القواسم بقيادة الشيخ سلطان بن صقر الذي هاجم السفن التجارية البريطانية. دفعت الجهود البريطانية للسيطرة على النشاطات البحرية إلى وصف كافة الصراعات البحرية بالقرصنة، وقد أدى هذا إلى المعاهدة العامة لعام 1820 التي وافق بموجبها شيخ أبو ظبي الشيخ شخبوط بن ذياب على تولي مسؤولية وقف الاعتداءات البحرية على طول الساحل من دبي إلى قطر غرباً. إن الفترة من 1818 حتى 1845 بما فيها فترتا حكم الشيخين طحنون بن شخبوط وخليفة بن شخبوط شهدت نشوء إمارة أبو ظبي كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية على ساحل الخليج. وشهدت فترة حكم الشيخ سعيد بن طحنون التي امتدت 10 أعوام صراعاً للسيطرة على ساحل الخليج بين الشيخ سلطان بن صقر القاسمي والشيخ مكتوم في دبي الذي مال إلى دعم الشيخ الشاب والقوي في أبو ظبي. وصل الشيخ سعيد بن طحنون إلى سدة الحكم كزعيم لأبو ظبي نتيجة دعم مشترك من الشيخ مكتوم في دبي والبريطانيين. وبفضل نشأته في ظل تقاليد الأجداد ظهر كقوة مهيمنة على البر بفضل قوته العسكرية وكونه رجلاً متميزاً، وكان البريطانيون ينظرون إليه باحترام شديد، وكذلك كزعماء المناطق البحرية كما قدمت جميع قبائل عمان ولاءها لسلطته. ومع تولي الشيخ زايد بن خليفة زمام القيادة وهو ابن عم الشيخ سعيد نعمت المنطقة بفترة من الاستقرار والاتحاد امتدت 54 عاما، وأضحى الشيخ زايد بفضل شخصيته وصفاته القيادية شخصية أسطورية في ساحل الخليج. وفي الفترة التي عاد فيها الشيخ زايد من الحج إلى مكة عام 1880 كانت أبو ظبي قد أصبحت أقوى إمارة ذات نفوذ بين الإمارات المتصالحة، بينما ظهرت دبي كمركز للتجارة. ومع بداية القرن العشرين تمكن من فرض سيطرته من الجزيرة على الأراضي الداخلية وصولا إلى منطقة الظواهر في البريمي في العين، كما نجح في التصدي لمحاولات الأتراك والوهابيين في السيطرة على منطقة العديد وعمان. هذه السنوات الطيبة الزاخرة بالنجاح والنمو والاستقرار كانت لسوء الحظ تشارف على النهاية مع رحيل الشيخ زايد عام 1909.
شهدت أبو ظبي فترة قصيرة من الاضطراب السياسي بعد حكم الشيخ طحنون بن زايد في الفترة من 1909 إلى 1912، والشيخ حمدان بن زايد في الفترة من 1912 إلى 1922. وظهر ذلك في قصر فترة حكم الشيخين سلطان بن زايد وصقر بن زايد، إلا أن تمت السيطرة على ذلك بتولي الشيخ شخبوط بن سلطان مقاليد الحكم عام 1928. وقد أدت الاختراعات في مجال النقل والاتصالات في ذلك الوقت إلى تطور اقتصاد عالمي تعثر عام 1929 لسوء الحظ بسبب الكساد العظيم. لقد تزامن الكساد العظيم مع تطوير اليابان للؤلؤ الصناعي، مما جعل الإمارات المتصالحة تمر بأوقات عصيبة. شكلت إمكانية تصدير النفط ازدهاراً عاماً في المنطقة، إنما لم يحدث ذلك مباشرة. بدأت الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن الإمارات العربية الساحلية عامة استطاعت البقاء بعيداً عن ويلات الحرب، إلا أن عزلة المنطقة سرعان ما شرفت على نهايتها، والوسائل القديمة كانت تتجه نحو التغيير. على سبيل المثال، منح امتيازات النفط يعني أن مفهوماً جديداً من الحدود كان بحاجة إلى تأسيس على أرض ليس فيها أنهار، إذ كان النفوذ سابقاً هو منطق الحكم لا الحدود. دعا الشيخ شخبوط إلى التمسك بالقيم التقليدية لمواجهة رياح التغيير والتطورات السريعة المتلاحقة، رغم أن هذا يبدو سلوكاً متفتحاً جداً بمفهوم العالم الحديث حالياً، إلا أنه سبب الكثير من الارتباك والإحباط في ذلك الوقت. لقد بدأ الأمر غير مفهوم، فالبحث عن الثروة ليس سبباً في التخلي عن العادات والقيم السامية الأصيلة عند الشيخ شخبوط. وفي النهاية تغلبت ضغوط التحديث على مقاومته، فتنازل عام 1966 عن الحكم لأخيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي تمتع بمطلق الإرادة والحرية في إدارة أبو ظبي وتحويلها وتحديثها وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها. وبصفته حاكماً لأبو ظبي منذ عام 1966 ورئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971 حتى وفاته عام 2004، لقي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دعماً مستمراً من حكام الإمارات الأخرى في الدولة، مما أدى إلى التطور السريع والرائع الذي لا يضاهى في السرعة والنماء. بعد فترة قصيرة من توليه السلطة في 6 أغسطس، فطن الشيخ زايد إلى أهمية الاتحاد، وقبل فترة طويلة من نشوء الإمارات كدولة اتحادية بدأ بتخصيص جزء كبير من دخل إماراته من عائدات البترول لصندوق تنمية الإمارات المتصالحة. في عام 1968 أعلنت الحكومة البريطانية عزمها الانسحاب من الخليج بنهاية عام 1971. هذا القرار المفاجئ عجل في التحرك نحو اتحاد بين الإمارات المتصالحة التي أعلنته في 2 ديسمبر عام 1971، وانتخب حكام الإمارات أخاهم الشيخ زايد كأول رئيس لدولة الإمارات، هذا المنصب الذي أعيد انتخابه له بجدارة كل 5 سنوات. دور الشيخ زايد كرئيس لدولة الإمارات يحتاج إلى التأمل، وخاصة في مجال مكانته التي سمت دولياً وأبرزته كناصح ووسيط لرجال الحكم الأصغر منه سناً، ليس في دول الخليج فحسب وإنما في العالم أجمع، إضافة إلى دوره الإنساني المستمد من إيمانه الراسخ بالإسلام، مما أدى إلى انتفاع كثير من الدول والمجتمعات الفقيرة في العالم من الكرم العظيم لهذا الرجل العظيم. علق الشيخ زايد مرة بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على قيام الاتحاد قائلاً: إنما أنجز فاق جميع توقعاتنا، وبعون الله والإرادة الصادقة ثبت أن لا شيء يستحيل إنجازه لخدمة الناس إذا ما كان التصميم ثابتاً وكانت النيات صادقة. وبفضل هذا القائد العظيم يمثل اتحاد الإمارات مصدر فخر لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء الإمارات، وسيبقى كذلك.
لقد أورث الشيخ زايد مهندس الإمارات الأول مثالياته وإنجازاته لأبنائه، والتي استمرت بقوة لدى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي. إن قصة حكام آل بوفلاح هي غيض من فيض من القصص المحفوظة في سجلات أرشيف مركز الوثائق والبحوث التي كتبت ولم تنشر، والتي تعطينا فهماً متزايداً حول كيفية قدومنا إلى هنا في مدن حديثة مزدهرة كانت تعتبر قديماً أرضاً جرداء قاحلة. إن دروس الماضي مصدر هام يستفيد منه شباب اليوم والغد، لا سيما أنها تقدم لهم حوافز في طريق المستقبل، مستقبل النمو والسلام والازدهار ومصادر الغنى. لا شيء مخلد أبداً، لا مخلد الإنسان ولا مخلد المال ولا مخلد شيء. مخلد اللي هو خالد الوطن والعمل للإنسان، وكل فرد منا بيذكر بعمل، كل ما بيعمل بيذكر بعمل. أدعو الله تعالى أن يوفقنا إلى المزيد من العمل والبناء من أجل وطننا، وأن يجعل عهدنا الجديد عهد خير وفلاح وعهد محبة ووداد، وأن يمنحنا من لدنه النصر والتأييد، أنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.